في بلاد طيبة التي توصف دائما بأنها شعب أصيل بتاريخ عريق على أرض طيبة، يقرأ علينا المهندس أسامة فهمي الباحث في التراث بعضا من منشطات الأخبار التي نشرت في الصحف والمجلات منذ زمن فات، معلقا عليها ومبينا أن الحاضر هو مجرد رجع صدى للماضي وأن تاريخنا يقوي انتماءنا لحاضرنا. حضرة السادة المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجنا إلى بلاد طيبة. نواصل ونستعرض ما جاء بمجلة الاثنين والدنيا الصادرة في 17 مايو 1948، أي بعد يومين من قرار التقسيم لفلسطين. في ثلاث صور. الصورة الأولى أزمة التموين عند اليهود. اشتدت أزمة التموين عند اليهود بسبب الحرب القائمة في فلسطين، فعمدت هيئتهم إلى فرض نظام البطاقات، فإن اليهود كانوا يعتمدون على المزارع العربية للحصول على ما يحتاجون إليه من خضر وبيض وغير ذلك. انقطعت هذه الموارد الآن، وامتدت الأزمة حتى شملت الماء والبترول. الماء يتوافر في المناطق العربية بخلاف المناطق اليهودية، مما جعل اليهود يدخلون الماء في نطاق نظام التوزيع الذي فرضوه. أما البترول فقد قطعته حكومة العراق عن أنابيب حيفا منذ استيلاء اليهود على هذه المدينة. لم يبقى لليهود إلا أن يموتوا أنفسهم من شأن البترول من الخارج، ولسد حاجاتهم وحاجات السيارات والمصفحات. ويقال أنهم طلبوا من روسيا أن توفر مطالبهم من البترول، والصورة توضح تجمهر اليهود أمام مراكز التموين. حدث في أحد معارك فلسطين أن نفذت ذخيرة المجاهدين، وكانوا من الذروة بقيادة البطل اللبناني شكيب وهاب، واعتصموا في متاريسهم وتركوا رجال الهجانة يقتربون منهم، ثم وثبوا عليهم وفتكوا بهم بالخناجر والسيوف. أوقف اليهود عربيا في ضواحي يافا وفتشوه، وأخذوا منه مسدسا كان يحمله، وبعد التشاور عرضوا عليه أن يعيدوا إليه المسدس إذا جاءهم بعد ساعة واحدة بسلة بيض وأربع دجاجات، فرفض وترك لهم المسدس. يرفع المجاهدون العرب في فلسطين على الأماكن التي يحتلونها العلم العربي القديم، مكون من الأحمر والأسود والأبيض والأخضر، وهي الألوان التي تناوبها ملوك المسلمين في الماضي. وقد قال الشاعر: سود وقائعنا، حمر مواضينا، خضر مرابعنا، بيض أيدينا. وما أشبه الليلة بالبارحة في خبر آخر: اليمن لا يتخلف عن نصرة فلسطين. إن اليمن وحوار دار ما بين الأمير سيف الإسلام عبد الله، إن اليمن بدوره قد حدد المعونة التي سوف يقدمها لفلسطين، وإن كان ارتباطنا بالسرية المطلقة لقرارات اللجنة السياسية بجامعة الدول العربية يمنعني من الإفضاء بمدى هذه المعونة. وصحيح أن اليمن ليس على استعداد لإرسال جيش كبير، وإن كان المتطوعون اليمنيون في فلسطين وكان عددهم 400، أثبتوا أنهم أشداء في القتال، لكننا سنمد فلسطين بالمال الذي حددته الجامعة العربية بكل ما نستطيع مدها به،
وكان الله في عون فلسطين. وما أشبه الليلة بالبارحة. في إحسان عبد القدوس لكاتب صيحات في الهواء بيروي أنه في سنة 45 زار فلسطين في رحلة صحفية، وراح هناك وتجول، وبمجرد وصوله بحث عن الزعماء، خيل إلي أن كل أهل فلسطين زعماء أو أنهم أمة بلا زعماء. انتهى بحثي إلى تحديد الزعامة في 6 أشخاص، لكل منهم خطة، لكل منهم اتجاه، لم يكن يجمع بينهم إلا المصيبة الواحدة والخنجر المسموم الذي ينفذ من صدر أولهم ويخرج من ظهر آخرهم. بيتكلم بعد كده على الفترة وشاف ايه وعمل ايه. بيختم بيقول: لقد زرت تل أبيب، ولم تكن تل أبيب يومها وقفا على اليهود، بل كان يسكنها اليهود ويتردد عليها العرب ليبعثروا على موائدها وحسانها أموالهم. زرتها وكان اليهود يحتفلون مع الحلفاء بهزيمة ألمانيا، فأقاموا استعراضا عسكريا، ومرت أمامي فرق الهجنة بسياراتهم المصفحة وفرق المتطوعات اليهوديات، وقد عادت كل منهن بعد أن لقنها الحلفاء فنون البحر. وفجأة مرت أمامي فرقة من جنود البحار، فسألت: من هؤلاء؟ ردت علي يهودية حسناء لم أكن أعرفها: هؤلاء هم رجال الأسطول اليهودي. بيلخص كلامه في باراجراف صغير: خرجت من الوكالة اليهودية وقد انتابني شعور خفي بالخوف، الخوف من ثعبان سام ضخم يزحف في صمت ويلتف حول قدمي ثم يدور حول جسدي صاعدا حتى يبلغ عنقي ليخنق أنفاسي، وكأنه يرى المستقبل. قبل ما نخرج من الصفحة، محطة السكة الحديد بالقدس لها صورة. احتلها العرب وقاموا حولها المتاريس وبعض القناصة في موقف الدفاع عنها، والصورة قبيل عقد الهدنة بين الفريقين. أمر خطر. المجلة فيها عديد من الكتاب ومش هنقدر نغطيهم كلهم، يعني الأستاذ عبد الحميد الحق كاتب المستقبل للعرب ليس لليهود، طبقا للطبيعة، طبقا للتاريخ، طبقا للجغرافيا. الدكتور حسين مؤنس أمر حظر، بيقول إن في أمر حظر. إيه هو أمر الحظر ده؟ إنه بينقض الحكومة من إنها مانعة إن ننشر الأحداث اللي هي موجودة. فبيقول: إذا وقعت جناية سياسية خطيرة في مصر، بادرت النيابة إلى إصدار قرار حظر يمنع فيه نشر أي خبر. جريمة اليهود على فلسطين هي أعظم جريمة سياسية دبرت ضد الحكومات العربية وفيها الدولة المصرية. فلماذا لا تصدر النيابة العربية قرار حظر تمنع فيه نشر أي خبر عن سير العمل للقبض على المجرمين والقضاء عليهم؟ لماذا تتشطر على هذه الجرائم التي تعد صغيرة إذا قيست بالنسبة لقضية فلسطين، وتترك التحقيق في قضية فلسطين الكبرى سبهللة؟ نحن في حاجة إلى أمر الحظر هذا، وكفى عبطا. أنا حقيقة يعني إيه اللي عايز تقصده؟ إيه اللي عايز يمنعه؟ مش عارف يعني. هل يعني ما حدش يقول إيه اللي ناويين عليه في الوضع الحالي اللي احنا فيه في الإعلام؟ إن في ناس بتتكلم بتقول إن مفروض إن قوات المقاومة الفلسطينية اللي موجودة، ما حدش يقول إحنا هنعمل أو إحنا هنعمل أو إحنا هنعمل، بحيث إن الآخر الطرف الآخر ياخد حذره.
والله أعلم. تحية الجهاد في صفحة، وجلالة الملك عبد الله أمير الأردن أو ملك الأردن بيقول إيه على الصحافة المصرية: تشرف مندوب الإسنين بمقابلة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله في قصر رغدان للتحدث في بعض الأمور التي تتعلق في لنقد الصحافة المصرية طويلا، من بينها صحف دار الهلال. أنا أؤمن بحرية الصحافة وأعتقد أنها بدأت تنصفني، هي سياسة العمل لا سياسة القول. وهذه هي الأسئلة، هنختار بعض من الأسئلة. ما هي العوامل التي أدت إلى توثيق العلاقات بين مصر وشرق الأردن؟ بيرد: ما كان شرق الأردن يشعر نحو مصر غير شعور المحبة والإخاء، وأحمد الله على أن مصر الآن تبادلنا هذا الشعور. هل تعتزم المملكة الأردنية تجنيد القادرين على حمل السلاح من مهاجري فلسطين كما فعلت مصر؟ رد: قال له أنها ليست هجرة ولكنها التجاء واحتماء من هجوم اليهود على المدن العزلاء من السلاح. سيعود المهاجرون رجالا ونساء إلى وطنهم حالما تعود السكينة في فلسطين بدخول الجيوش العربية إن شاء الله. ما هي الفوارق بين المقررات التي اتخذت لإنقاذ فلسطين في مؤتمرات لودان وأنشاص وعمان من الناحية العملية؟ سابقوا له قال إن مؤتمر عمان بخلاف غيره اتخذت فيه قرارات حازمة ستنفذ إن شاء الله، إلا إذا عرض علينا خصومنا تسوية نقبلها قبل تحركات جيوشنا. وهنا ألف علامة تعجب. باقي الأسئلة مش مشكلة. تحية الجهاد، بعض من كتابنا الكبار قالوا بعد قصائد الشعر عباس محمود العقاد: أجل هو يوم الفدا والزمم، ويوم الجهاد ويوم القسم، ويوم الذين لعوا أمة ونادوا بدعوتها في الأمم، ويوم له غده المرتجى، ويوم له سره في القدم. هنا حرم في جوار الزمان، فحي الزمان وحي الحرم. هنا فليقم عهده من أقام ويعزم على أمره من عزمي، ويستقبل الهول من راضه، ويرتد من خانه فانهزم. في بعد كده عبد الرحمن الخميسي، الدكتور زكي أبو شادي. عبد الرحمن الخميسي يمكن قريب: فلسطين يا أمي ويا وطني الثاني، فداؤك روحي يستباح وبنياني، وأهلي وأولادي ومدخرت يدي، وأفراح قلبي واستفاقة أحزاني، وهلم جرة من المشاعر الشعرية. بنكمل بشكل أو بآخر في بنرجع تاني للصفحة وهنختم بيها. بس تكملة لما قاله الملك عبد الله: بعد عمر طويل صرح جلالة الملك عبد الله بأنه إذا قتل في معركة إنقاذ فلسطين يرغب في أن يدفن بجوار والده في الحرم الشريف على مقربة من الجامع الأقصى. ومعروف أن المغفور له الملك حسين ملك الحجاز اللي هو أبوه، وأبا الثورة العربية الكبرى ووالد الملوك علي وفيصل وعبد الله قد مات خارج وطنه، وأن جثمانه قد نقل إلى القدس حيث دفن داخل الحرم الشريف. يعني مات خارج الوطن
وطلب ان هو يدفئ، لم يمت شهيدا. يعني اخر شيء في هذه الصفحة في هذا العدد ثروة البحر الميت. البحر الميت او بحيرة لوط، بحر داخلي يبلغ طوله 76 كيلو ويصب فيه نهر الاردن الذي يخرج من منبعه في لبنان. مياهه غنية بالمواد الكيميائية، تركيبها يمنع بقاء أي مخلوق حي فيها، وهي ثقيلة. جسم الإنسان لا يغرق في البحر الميت بل يطفو على سطح الماء. في هذا البحر ثروة لا تقدر بمال. طب ده علاقته إيه بالوضع؟ هذا ما يزيد اهتمام الصهيونيين به، لأنهم يرغبون في استغلال هذه الثروة واستخراج المواد الكيميائية العديدة من مياه هذا البحر الذي أدخل مشروع التقسيم الأخير جزءه الجنوبي في نطاق الدولة اليهودية. في هذا الجزء تقوم المصانع التي أنشأها اليهود لاستخراج البوتاس وغيره من المواد الكيميائية. والبحر الميت حسب التوراة يقع في المكان الذي كانت تقوم فيه مدينة سدوم وعمورة اللتان أحرقهما الله بنار السماء، والبقعة هناك بركانية الأرض مفروض أنها كانت من قبل براكين تفجرت ثم غارت وطغت المياه عليها. بهذا تنتهي حلقتنا من ما ورد في مجلة الاثنين والدنيا الصادرة عدد خاص عن فلسطين، ونواصل ما ورد بالمجلة في الحلقة القادمة إن شاء الله.